اللي عايز ياكل منكم عيش يفتح المزاد. الله، ده لا قرا فتحه ولا صلى على النبي. قبري لمك مفتري، تبقى نهايته قربت. ما فيش حد فيكم عايز يرزق؟ 160 160 في عينك. امشي يا رجل انت، امشي امشي. هنبدا مزاد البلطي. 3 جنيه، 3 جنيه الكيلو، 3 جنيه. 3 جنيه وشلن؟ مفيش حاجة اسمها شلن. المعلم مطراوي قصدي يقول 3 جنيه ونص. 3 جنيه ونص. وخمسة سليم زي بعض. أنا حقبل تزوده بالربع جنيه. المعلم زودي 3 جنيه 75. 3 جنيه 75. لا لسه بدري يا رجال. كنت عم تقولي هاكسي، هديني عوضت الخسارة وابتديت اكسبها. وبعد سبوع واحد اكمل المليون، المليون اللي عمري ما حلمت بيه، وبعده التاني والتالي. مش قوي كده، انت فاكر معلمين الشادر حيسيبوك؟ تبقى بتحلم عشان ابليس في الجنه. خبرك ايه؟ انت معايا ولا معاه؟ انا مع الحق، مع الاصول، بلاش طمع. عيش وسيب غيرك يعيش معاك. اسمع كلام، انا قلبي عليك. انا ما هسمعش كلام حد. انا هسمع كلام نفسه وبس. انا احمد ابو كامل وبعد الطوفان. كفايه كده يا معلم احمد، كيلو جمبري كده بالجمله ب 20 جنيه، يبقى بنقطعها هنبيعه بكام؟ انا ماليش دعوه يا مطراوي هبيعه بكام. بيعه للي يقدر يدفع ثمنه. واظن دول كتار قوي في البلد اللي من دول. واللي ما معهوش ما يلزموش، مش كده ولا ايه؟ مين هيزود؟ المعلم مطراوي 350 جنيه في طاولة الجمبري. 350 جنيه في طاولة الجمبري. 350 جنيه. مين هيزود؟ مين قال 400 وانا هكسبه؟ محدش ليه عيش؟ جنون. قبري لم خلي بالك من نفسك يا احمد، انت دلوقتي عليك العين. يعني ايه يا منصور بيه؟ يعني البلد بتتصلك على انك رفعت الاسعار وتسببت في موجة الغلاء اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. ابا انا ما رفعتش غير اسعار السمك عشان اقدر اسيطر على الشادر يا بيه. ده صحيح، بس رفعك لأسعار السمك اتسبب في رفع أسعار اللحوم والفراخ وحاجات كتيرة تانية. انت ما بتقراش جرايب ولا ايه؟ على كل حال يا بيه، البركة في سعادتك، وعلى رأي المثل اللي ليه ظهر ما ينضربش على بطنه، وانت ظهرنا يا بيه. ايوه يا احمد، بس الطيار جامد والعاصفة شديدة. ولو يا سعادة البيه، العاصفة شديدة مش شديدة، سعادتك جده وجدود. بقول لك ايه يا بيه؟ ايوه، انا طالب القرب من سعادتك، طالب ايد الانسه سوزي، هدفع لها 250,000 جنيه مهر، وربع مليون جنيه شبكه، هكتب لها 500,000 جنيه مؤخر صداق. قلت ايه يا منصور بيه؟ Thank you.
العريس. مبروك عليك يا عريس الهنا يا عروسه. بقى بعد ما نظفتك وعملتك بني ادم رايح تتجوز على ايه؟ عملتني بني ادم ليه؟ وانت ربنا اللي عمل الناس ولا ايه؟ تضربني انا يا كلب يا ابن الكلب. ما اقول لك اخلصي اخلصي يا جمالات احسن اكسر المركوب ده على دماغك. المركوب ده انا اللي لبسته لك يا حافي. وبعدين معاك ابنتك المطينه بتندي. انت عايزه مني ايه يا ولي؟ انت عايزك تطلعني طلعني. انت عايزك تطلعني. ما بقدرش اعيش مع بعض. طلعني. مش رايح اشوف خلقتك يعني. مين داهيه؟ مش عايز اشوف خلقتك. طلعني. طيب يا جمالات انت طالقه. ودلوقتي بقى تعالى حاسبني واديني حقي. حقك انت مالكيش حاجه عنده اصلا. لا روح امك. هم قالوا لك عليا مختوم على قفايا ولا دق عصافير. اضربي راسك في الحيط يا جمالات. انت اللي هتضرب راسك في الحيط بعد ما اخد منك حقي يا كلب. بره اطلعي بره بيتك. بيتك بره. بيتك يا ابو بيت ده بيتي انا وفلوسي. بره ده كله انا. رحت اللي خلص عليك. انت انا اللي هخلص عليك يا ناي. انت انت طالقة. طالقة بالثلاثة يا جمالات. انا اللي مش عايش مع كلب وحرامي زيك. الثلاثة مرة. تعالي برا برا يا زبالة. برا يا زبالة يا ولاد الرفضي. برا بوجودك يا ابو سمرة يا احلى السهر بالليل والحلوة بيطول عمرة بنغني عيلي يا ليل. بوجودك يا سهر بالليل والحلو بيطول عمرة منغني عيب يا ليل. المهما حياة الروح يشفي القلب المجروح. المهما حياة الروح يشفي القلب المجروح. يلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة. يلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة. انا مبسوط بس انا اعطير من الفرح اعطير من الانبساط. بس ما بقول لك ايه ما فيش رقص قدام حد ثاني غيراني. المره اللي فاتت يوم الحفله اياها سبتك ترقص قدام الناس عشان ما كنتش بحسبك هتبقي مرضي. بقول لك ايه يا روح قلبي انا مراتك اه بس مش معنى كده انك هتستعبدني. يعني ايه؟ يعني ارقص ولا ما ارقصش دي حريتي الشخصيه. واحنا اتعرفنا على بعض في حفله وكان فيها رقص وانت شخصيا اللي رقصت معايا ليلتها. ايوه بس لا بس ولا ما بسش. انت لازم تغير الافكار اللي في مخك دي عشان تبقى انسان مودرن. وما تنساش يا روح قلبي ان انت متجوز سوزي هانم بنت منصور بيه حامد. مش كده ولا ايه؟ شبعت؟ الحمد لله. بالهنا. الله يهنيكي. والشفاء. كتر خيرك. يا روح قلبي عاوز تشرب شاي؟ روح قلبك. روح قلبك صح يا جمالات. اعطشك. انا يا رحلين يا روح دادي. يا حبيبي في واحد اسمه المعلم سويلم من طرف سعادتك في الصالون. سويلم بالاذن يا سوزي. ايه
واظن بقى كفايه طمع. احسن الكيل طفح والصدور هتنفجر. طب اسمع يا معلم سويله، انا عشان خاطرك هخليكم تفتحوا دكاكينكم واكلكم عيش كلكم، بس على شرط. شرط؟ شرط ايه؟ كل السمك اللي هينزل الشادر هينزل عنداني في دكان اني، واني اللي حد كل معلم منكم حصة يسترزق منها. انت بتقول ايه؟ انت لازم اتجننت، عايز معلمين الشادر يستنوك عشان توزع عليهم الارزاق. ايه مش كده ولا ايه؟ انا المعلم احمد ابو كامل. لا انت كدها ولا حصلتها. اخبارك ايه يا سويله؟ انت جاي تزعجلي في بيت نسيبه منصور بحامد ولا ايه؟ وزعج لمنصور حامد نفسك. اخرس يا سويله من الكلب يا ظبط. بره يا ابنه المعلمين يا جايب، بره يا ابن الكلب، بره. اتفضل يا بيه، اتفضل يا بيه. المرأة دي هتعمل ايه هنا؟ هيقولوا ان الحاج عبد الرحيم هينزل لها سمك. لا عبد الرحيم ولا عبد الجبار ينزلوا سمكة هنا. انا قلت 100 مرة ما فيش سمكة تنزل في الشادر اللي عندني. حاضر يا معلم. انا احمد ابو كامل. سامع يا سعدي؟ حاضر. انت الجبار يا رب. نفذ اللي قلت لك عليه. حاضر يا بيه. قادر يا كريم. ياوي على كل ياوي يا رب.